مرحبا بكم متابعي قناة LTS TV التي هي قناة مختصة في مجال الرياضات القتالية. في هذا الفيديو سأتحدث عن حدث UFC 232 الذي سيضم نزالات قوية جدا، من أبرزها نزال الأمريكي جون جونز ضد السويدي ألكسندر غوستافسون، وكذلك النزال النسوي القوي بين البرازيليتان كريس سيبورغ وأماندا نونيس. هذه النزالات ستقام ليلة السبت 29 ديسمبر، أي صباح الأحد 30 ديسمبر بتوقيت الدول العربية. نزال جونز وغوستافسون يحمل في طياته العديد من التحديات، فسبق لهذين المقاتلين أن خاضا نزالا دمويا سنة 2013، وكانت جونز قريبا من الخسارة بسبب شراسة السويدي غوستافسون. بعد 5 سنوات قدر لهما أن يلتقيا من جديد. الأمريكي جونز كان قد عانى كثيرا من مشاكل المنشطات ومتابعات من طرف لجنة الأوسادا، هذا ما جعله يفقد اللقب كم من مرة، وتأثرت مسيرته الرياضية بشكل كبير بعد حكم منعه من القتال لسنوات. يبدو أن نزال جونز وغوستافسون سيكون مشوقا جدا هذه المرة ويستحق المشاهدة، لذلك سأوفر لكم روابط المشاهدة عبر حساب الإنستغرام التابع للقناة والظاهر على جانب الشاشة. كتذكير بالتوقيت، فهو يوم السبت ابتداء من الساعة 3 صباحا بتوقيت المغرب والساعة 6 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع إعجابكم للفيديو للتشجيع. كان معكم أمين، إلى اللقاء في فيديو قادم.